السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانا دائما كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم فيديو جديد، فلوق جديد، كيف كان وعدكم كيف ديما. غادي نقدموا معكم الغديوه ديال هذا النهار اللي هي طاجين بالحوت، يعني طاجين كواري. هاد الاكله هادي مغربيه 100% واللي معروفه عند المغاربه واللي كيحماقوا عليها المغاربه الصراحه، واللي هي كلها فيتامينات، كلها بروتينات، يعني يعني اي حاجه فيها فهي مفيده للصحه وزوينه. غنخلي ماما هي اللي تكمل معكم الفيديو. بدا يا ماما. السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين شويه كصبحتوا؟ الحمد لله. دابا نقدم معكم واحد الطاجين تاع الكواري. شريت واحد نص كيلو تاع السرديل، ها هو غير نص كيلو، ونقيته مزيان. ودابا غادي نعصر عليه شويه الحامض، وغادي نطحنه في الماكينه، وغادي نخلط معاه الشحمه تاع الكلوه. ها هي غادي نخلطها معاه، ونخلط معاه البصله ان شاء الله ذاتي غنخلطها ما غنطحنهاش، وشويه البطاطا وشويه مطيشه وشويه خيزو، وغادي نصايب داكشي قدامكم. من بعد دابا احبابي ما طحنا الشحمه كتبان على هذا الشكل، هذا تاعت الكلوه. كتعرفوا البنات ان الشحمه الكلوه كتجي صراحه بنينه في اي حاجه درتيها. وحنايا الصراحه حنايا ما نكذبش عليكم، ولينا كنستغناو على ديك الزيت، ما بقيناش كنديروها. تنديروا الاكثريه كنشدوا الشحمه كندوبوها وكنستعملوها بحال الزيت، كنديروها في البيض، كنديروها في المرقه، كنديروها في اي حاجه. وما نكذبش عليكم البنات، فين كتجي واحد البنه كتحمق. ان شاء الله غادي نديرو فيديو جديد، وغادي نوريكم كيفاش ديروا الشحمه وتقتصدوا حتى على جيبكم انتم احبابي. دابا حطيت غير نص كيلو، خديت غير نص كيلو ونقيته. ودابا احبابي غادي نديروه باش يتطحن. هانتوما حبابي دابا من بعد ما تطحن ولا على هذا الشكل، هذا شويه دو ماضين. دابا ها الحوت، نتوما حبابي كي شفتو. ودابا غادي نخلطو هو وغندمجو هو والشحمه باش من يطيب يعطي ديك البنه زوينه. دابا حنا درنا معاها الربيع، درنا شويه الثومه، شوف غير هادي غنشرح. حنا غندير شويه ديال البصله باش يعطي شويه البنه. والبنات اللي عندهم الهاشوار في الدار والله الا يعني حس ليكم تقردوا في البصله وتمرضوا عينيكم، ديروها تطحن غتولي بحال يعني بحال قطعتوها بالموس. هانتوما انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش. انتم احبابي كيف كتشوفوا بلا ما تعذبوا راسكم، فراه كتجي كتشلط البصله. يعني حتى الناس اللي كيحماقوا على الشلاضه جميع الانواع ديالها، فيمكن لكم انكم تحطوا فيها كل شيء وطحنوا. انتم احبابي دابا منين طحنت الشحمه وطحنت الحوت وقرت الربيع
وطحنت البصله. دابا انا غندير شويه ديال الملحه، ها قواش الملحه بزاف. شويه تاع سكينجبير، ها شويه البزار، شويه الخرقوم تاع العرق، شويه ديال الكمون، هو ايوا حبابي. دابا غادي نعصر شويه ديال الليمون. اهم مكون البنات اللي هو الليمون، ليمون الحامض. ها انتم دابا يدي راه مغسوله. شي هذا اللي بغيتو تشدوه ديروه حتى شوه، ديروه شوه كيجي واعر. تلفو عليه الشحمه الحوت وتشويه كيجي زوين. ايوا انتم البنات راه حنا دابا غادي تدوز دابا ماما الخضيره من بعد ما قطعتها، انتم كي كتشوفوا. دابا غادي نوضعوا المكونات ديالنا في الطاجين. فاش دابا خيزو الحوت. حنا دابا كملنا الطاجين ديالنا، كملنا بزاف تاع الطاجين ديالنا واللي جا على هذا الشكل هذا. ها انتم احبابي ما بغيتش نقطع هاد المطيشه مع هاد الدوب داري. هاد المطيشه صغيره من الصراحه، خاصها دير بحال هكا. ايوا نتوما احبابي دابا كملنا، غادي نحطو الطويجين ديالنا يطيب على المهل. دابا ماما كتقطع الشرائح ديال الحامض، لان الصراحه كتعرفوا البنات اول حاجه اللي كتصرع الحوت اللي هي الحامض. هانتوما البنات تبارك الله عليك ماما، تديكور جا زوين ضروري. هانتوما حبابي ها الطويجين ديالنا، احنا دابا ساليناه. دابا كيف قلت لكم غنديروه دابا يطيب. انا نصبتو، انا صايبتو ونصبتو درتو كيطيب. دابا كنتسناكم غتجيو تغداو معايا ومرحبا بكم. مرحبا بكم احبابي، مرحبا بكم. طويجين على قد الحال. ايوا البنات ها الطاجين ديالنا طاب كيف كتشوفوا. يا سلام ما نعاودش لكم الريحه اللي عاطيه منه. تبارك الله عليك ماما. ايوا انتم حبايبي شوف شوف ابدا الديكور بقى كيف ما هو ما تبدلش. انتم حبايبي ودابا غادي نخليو وغادي نرجعوا معاكم باش نوريكم التقديم والطبيله نتلاقاو من هنا واحد شويه غادي نبداو. حنا دابا حطينا الطاجين ديالنا نخليوه شويه يبرد باش ناكلو باش نتغداو به.
ايوا حبابي كيف كتشوفوا هذا هو الفلوك ديال هذا النهار، كنتمنى انه يعجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. كنقدم تحيه خاصه الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله عليكم. الناس ديال الغربه هاد الطويجين كنقدموا هديه لكم، تبارك الله عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.